السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. طلبا وسا أمرا كنتمنى أنكم تعملوا لايك والبارتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية اختفاء الطفل هشام بمنطقة بوشفعة إقليم التازة. إخواني أخواتي، أخيرا سري الدرك الملكي يكشفون عن حقائق جديدة وصادمة بعد الكشف عن المكالمة الهاتفية للعشيق العروس والتهديدات اللي خدها على محمل الجد، خصوصا بعد ما لفت انتباه الحاضرين في هذا العرس بأن العروس أول من سئلت عن مختفي الطفل هشام، وكذلك العريس أول من قر الذهاب عند سرية الدرك الملكي بمنطقة بوشفعة إقليم تازة، يعني وفي الوقت اللي كان من الممكن التريث والبحث في الجوار. معلومات إخواني أخواتي كلها خطيرة توصلت بها المحققين، هذا ومازال البحث جاريا على العشيق اللي مازال مختفي على الأنظار، والشبهات كلها تتجه نحو هذا مول الفعلة. أكيد أن هو مول الفعلة هو اللي خطف هذا الطفل اللي مازال البحث جاري على هذا مول الفعلة صراحة، خصوصا الأوديوهات المسجلة واللي تم إرسالها للعروس ما مرة بإفشال هذا الزواج، خصوصا أنه كان موعدة أنه غيتزوج، ولكن دائما داك التماطل يوم وغدا اليوم وغدا، يعني من جا القدر ديالها وجا اللي قسم الله سبحانه وتعالى فهي تزوجات بهذا الشخص. وهنا فين كانت هذه التهديدات اللي خدا بمحمل الجد أنه ينتقم وإفشال هذا الزواج كله، يعني يجعل هذا العرس يعني مرارة تعيشها هذه الزوجة. فبعد السنطاق بعض الاطفال اخواني اخواتي، بعض الاطفال الصغار اللي كانوا يعني وقت هذا العرس، فقد اكد احدهم ان شخصا مجهولا يعني اللي هز او حمل هشام على الكتف ديالو، يعني كلها تصريحات اللي مازال البحث والتحري فيها من اجل التدقيق في هذه الاستنطاقات وهذا التصريح. لكن المشابه فيه او مو الفعله اللي قام بهذا الاختطاف يبقى هو العشيق ديال هاد العروسه اللي استغل فرصه انشغال الناس في هذا العرس والقضيه فيها اختطاف الطفل هشام من اجل بيعه لاحدى الازواج الاثرياء في منطقه تازة. ومعروف ان الازواج اللي ما كيولدوش فضروري انهم يتبنوا شي طفل باي طريقه، سواء يبغوا غير يشريه ولا باي طريقه انهم يتبناو هذا الطفل، لان الحياه الزوجيه لازم انهم يكون عندهم شي وليد او بنيته يربيوها ويكبروها، وهذه هي سنه الحياه. ولكن باش يشريو شي طفل يعني مسروق فهذا الشيء اللي حرم الله سبحانه وتعالى، لانه محرم يعني الابوين ديال هذا الطفل يعني انه ما يشوفوش انه يعيش واحد الحياه كلها بدون الابوين الاصليين. فصراحه الله يكون في عون هاد العائلتين بجوج، وفي عون اهل الدوار، وفي عون رجال الدرك الملكي اللي كنحييهم من هذا المنبر على المجهودات الجباره اللي قاموا بها بدايه من اختطاف هذا الطفل، واليوم وين وصل 19 يوم عن اختفاء هذا الطفل، واللي مازال ما توصلوش الى مول الفعله الا هذا الخبر اللي توصلنا به اللي هو العشيق، وان شاء الله يتم القبض عليه عما قريب ان شاء الله، والله غيبين الحق عما قريب اخواني اخواتي. فحسب تحليلي يعني حول هذا الاختفاء المفاجئ، فالطفل كان ما بين الدار المهجوره والدار العرس، يقدر يكون دخل الدار المهجوره، يعني ومن يدخلوا الناس لهذا العرس درجوا واحد ودخلوا للدار المهجوره بمساعده شخص اخر وهزوا في الطوموبيل، وهذه كلها فرضيه. ربما اكيد ان هذه الخطه اللي قاموا بها هاد الناس هي اللي خلاتهم انهم يعني يديروا هذه الخطه باش ما يثيروش انتباه الحاضرين. كذلك واحد المعلومه اخواني اخواتي جد جد مهمه واللي توصلت بها واللي كتفيد، ان الام والاب ديال هشام انهم حضروا يعني شي عرس في واد امنيل قبل هذا العرس باربعه ايام بالضبط. ربما الخاطف او الخاطفه على علم انهم غادي يحضروا لهذا العرس، يعني وربما يكونوا مراقبين هذا الولد من بعيد. اخواني اخواتي كذلك واحد المعلومه جد جد مهمه اللي توصلت بها واللي كتفيد ان الام والاب ديال هشام اللي كانوا حضروا شي عرس في واد امنيل قبل هذا العرس باربعه ايام بالضبط، ربما الخاطف او الخاطفه على علم انهم غادي يحضروا عرس اخر، وربما يكونوا مراقبين الولد من بعيد في دار العرس. فعلى حسب التحليل ديال المتواضع
كلش الضيوف الاطفال دخلوا للدار ديال هذا الحفل، وبقى الطفل بوحدو تخطف من حدا الدار، فلازم انهم يشوفوا ديك السيارات كامله اللي دخلوا وخرجوا من هاد المنطقه. وكما شفتوا يعني بعد التحقيق وبعد الشبه في مول السياره دوسونسات اللي قالوا انه هو من قام باختطاف الطفل، لكن تحرير التحقيقات من طرف سرية الدرك الملكي تحقيقات معمقه لاكدوا براءه هاد مول الطاك مول السياره 207 على اين. فهاد اللغز او لفك هاد اللغز فهو قريب الى حد ما من اجل فكه خصوصا، والمعلومات اللي توصلت بها سرية الدرك الملكي واللي كتاكد فعلا ان هاد العشيق عنده يد في هذا الاختطاف، وانه قام بهذاك الطفل. وكنتمنى من الله عز وجل انه يكون مازال هذا الطفل حي يرزق ويرجع لوالديه، ربما هما عايشين حياه عصيبه وحاله نفسيه صعيبه لا يعلم الا كيعلم بهم الله سبحانه وتعالى صراحه. كذلك واحد المعلومه اخواني اخواتي للشكوك اللي كتحوم حول الحاضرين كلهم دون استثناء في التوقيت المحتمل، فاش خلات الام الولد برا تقريبا يعني نص ساعه خلاته برا وهي داخله العرس يعني تاكل، يعني كما جاء اللسان يعني الناس قالوا انها مكحله وفرحانه يعني من حقها انها تفرح، يعني خلات ولدها، ولكن هذا كيتم التقصير في حق الابن ديالها، خلاته نص ساعه برا. واحد السيد اللي هو سائق السياره ديال هاد 207 اللي كانت تحوم بعد الشكوك بخصوص هذا الاختفاء ديال الطفل، يعني شاف هذا الوليد يعني كيلعب يعني رجعوا للمنزل، ومن بعد جلس مع اب العريس تخلص، ومن بعد دخلوا يتغداو. ساعتها الناس فاقوا بالولد ما كاينش، بداو كيقلبوا فينا والولد فينا والولد ما قرباله ديك الليله، يعني لان هذا الشيء في قضيه اختطاف. كيفاش في نظركم غيكون الوقت عند البراني باش يجي يخطفو؟ يعني هذا سؤال اللي حير ماشي غير حيرنا وانما غيحير جميع المحققين بهذا الخصوص، كيفاش غيكون عنده واحد الوقت؟ لكن هذاك الشيء كامل كان مخطط له تدريس مدرس، يعني هاد الناس اللي قاموا هاد الفعله يعني قاموا بتخطيط دقيق باش يتم خطف هذا الابن. اذا الطفل هشام مهزوز بين احد الحاضرين في هذا العرس، وكنتمنوا انه يكون تحقيق صارم من طرف سرية الدرك الملكي باش تفك هذا اللغز، لانه اكيد المده بدات طوال، يعني ملي كطوال المده يعني كيصعب انه تفك هذا اللغز. فالاكيد اخواني اخواتي ان هذا مول فعله يبدو رجل محترم ومتزن، ورى انه ما غادرش هذا العرس وقت اختفاء الطفل، يعني خلنا حتى بردت القضيه هذا خرج من هذه المنطقة. أكيد أن السلطات المحلية بما فيها سرية الدرك الملكي بمنطقة يعني واد أمليل إقليم تازة يعني قايمين واحد المجهودات جبارة، من بعد ما قام تفتيش المنطقة يعني بدرونات كلاب يعني بوليسية، كذلك عملوا حتى الشرطة العلمية، ديك الشرطة العلمية هي راه حضرات باش يشوفوا يعني شكون اللي دا هذا اختطف هذا الولد، ولكن بلا ما يحصلوا على شي دليل الا واحد الدليل ديال واحد القميص احمر ديال القهوه تما في الطريق اللي ديال واحد الطفل يعني ربما خمس سنوات، على اين فالطفل اللي تم الاختطاف ديالو عنده عام وتسعه اشهر. فحنا كنتمنوا من الله عز وجل ان تبان الحقيقه عما قريب، يعني وبحصول هذه المعلومات اللي اكدت لكم اليوم اللي هي هذا العشيق والمكالمه الاوديوهات اللي ثابته في حق هذا العشيق، ربما انه عما قريب غيتم القبض عليه، خصوصا ان الابحاث مازال جاريه للكشف على المكان تواجد هذا العشيق اللي يكشف عن معلومات دقيقه حول طريقه يعني هذا الاختفاء وحول الاسباب اللي خلاته انه يخطف هذا الطفل. وكنتمنوا انه يكون هذا هشام مازال على قيد الحياه، لانه مازال في حاجه الى الحنان ديال والديه، حاجه الى الرعايه ديال والديه، لانه ما يمكنش انه يعيش يعني بدون رعايه الوالدين الاصليين، خصوصا وان الفرضيه ديال البيع ديالو مازال يعني كتبقى وارده لحد الان، لان الطفل يعني الى تخطف فجوج حوايج، يا اما
يستعملوا في كشف على الكنوز، يا اما لاحدى يعني العائلات الثريه اللي ما كتولدش. وهنا هذه الفرضيات كنتمنوا من الله عز وجل تكون الفرضيه الثانيه، لانه الا كان كشف على الكنوز فهذا الشيء انه يتم يعني التصفيه ديالو. ولكن استبعد هذه الفرضيه لكون ان هذا الطفل يعني راه ماشي زهري، على حسب ما جاء اللسان ديال هذه العائله انه ماشي زهري، يعني طفل عادي يعني. ولكن الفرضيه ديال الاختطاف ديالو على اساس بيع العائله هي الفرضيه يعني المحتمله والاكيده بخصوص هذه القضيه. اخواني اخواتي، حتى لا اطيل عليكم، كنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. كنتم مع قناه احداث بلا حدود، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.